هتكلم عن رجيم التمر والحليب في فترة 7 أيام لأكبر خسارة من الوزن تصل أكتر من 3 كيلو، وإن شاء الله ممكن توصل أكتر من كده خلال 7 أيام، مناسب لكل الأوزان، للأشخاص اللي قريبة من الوزن المثالي والأشخاص كمان اللي وزنها زيادة ممكن ينزلوا أكتر من كده. الرجيم ده من فوائده إن هو بيساعد على كسر ثبات الوزن ونزول الوزن بسرعة. لو عندنا مناسبة أو أي حاجة عايزين ننزل فيها فترة زمنية قصيرة، ممكن نمشي على رجيم التمر والحليب في فترة 7 أيام. الرجيم ده طبعا هيعتمد فيه على تناول التمر بصفة أساسية مع الحليب. ومن فوائد التمر إن التمر من الأكلات الحاجات المفيدة جدا اللي بتمد الجسم الألياف، بتساعد على الشعور بالشبع والفيتامينات والمعادن اللي بتدي الجسم طاقة. رجيم التمر والحليب من الحاجات المفيدة جدا اللي هتساعدكم إن شاء الله على أكبر خسارة من الوزن في فترة 7 أيام، فقط 7 أيام، علشان ما نمشيش عليه فترة طويلة، لأنه الرجيم ده بينقصه العديد من العناصر الغذائية. أول يوم في الفطار بتاعنا هناخد فيه 7 تمرات مع كوباية من الحليب قليل الدسم أو كوباية من الزبادي قليل الدسم في وجبة الفطار. بين الفطار والغدا هيبقى مشروبات فيها أعشاب، شاي أخضر، زنجبيل، قرفة، نعناع، ليمون، عصير ليمون، عايز بس مشروبات فقط بين الوجبات. لكن الغدا بتاعنا هيبقى بقى 7 برضو تمرات مع كوباية من الحليب أو زبادي قليل الدسم. وبرضه بين الوجبات بعد الغداء بساعتين باخد برضه مشروبات عشبية، والعشاء بتاعي عبارة عن 7 تمرات وبرضه كوباية من الحليب أو الزبادي قليل الدسم، وبعد العشاء مشروبات عشبية. واليوم التاني هيبقى زي اليوم الأول، برضه 7 تمرات في الفطار مع كوباية من الحليب قليل الدسم أو الزبادي، والغداء والعشاء 7 تمرات كل واحدة، برضه الغداء 7 تمرات مع كوباية من الحليب قليل الدسم أو الروب الزبادي، والعشاء بتاعي عبارة عن 7 تمرات مع كوباية من الحليب والزبادي قليل الدسم، وبين الوجبات مشروبات عشبية. ده برضه هيبقى في اليوم الثاني وكمان اليوم الثالث، ماشيين على نفس النظام، 21 تمرة مع أو كوباية الحليب قليل الدسم. اليوم الثالث الفطار بتاعي فيه عبارة عن 7 تمرات برضه مع كوباية من الحليب أو الزبادي قليل الدسم. الغداء بتاعي هيبقى عن طبق سلطة كبير مع قطعة من الدجاج أو صدر الدجاج، يعني خالي الدهن أو قليل الدهن، أو قطعة من اللحمة وممكن قطعة من السمك مع طبعا طبق السلطة. العشاء بتاعي هيبقى عن 7 تمرات مع كوباية من الحليب والزبادي قليل الدسم، وبين الوجبات مشروبات عشبية. اليوم الرابع هاخد فيه 7 تمرات في الفطار مع كوباية من الحليب والزبادي قليل الدسم. الغداء بتاعي هيبقى عن 7 تمرات مع كوباية من الحليب والزبادي قليل الدسم، والعشاء بتاعي هيبقى عن 7 تمرات مع كوباية من الحليب والزبادي قليل الدسم، وبين الوجبات مشروبات عشبية. بعد كده هرجع لليوم السادس، الفطار بتاعي فيه عبارة عن برضو 7 تمرات مع كوباية من الحليب والزبادي قليل الدسم. بعد كده الغداء عبارة عن طبق سلطة كبير برضو مع قطعة من صدر الدجاج المشوي أو اللحمة المشوية أو السمك المشوي. العشاء بتاعي عبارة عن 7 تمرات مع كوباية من الحليب والزبادي قليل الدسم. بين برضو الوجبات هيبقى مشروبات فيها أعشاب فقط. هنيجي بقى اليوم السابع، هيبقى زي برضو اليوم الأول، 7 تمرات في الفطار و7 تمرات في الغداء و7 تمرات في العشاء مع كوباية من الحليب أو الزبادي قليل الدسم في كل الوجبات. بين الفطار برضو والغداء والعشاء هيبقى مشروبات عشبية. كده احنا خلصنا ال7 أيام. طبعا المهم نعرف ان الرجيم ده هنمشي عليه 7 أيام فقط، مش عايزين نكتر عن كده. ممكن برضو نمشي عليه 4 أيام أو 5 أيام على حسب المقدرة، بس اللي يقدر يمشي عليه 7 أيام ممكن يمشي عليه 7 أيام. والرجيم ده إن شاء الله هيساعدكم على أكبر خسارة من الوزن. طبعا تنويه للناس اللي عندها مشاكل صحية ما يقدروش يمشوا على الرجيم ده، لا يفضل. وأي حد برضه بيتعب منه أو يجهد منه يوقفه وبعد كده يرجع للرجيم صحي، وبعد كده ممكن يكمل عليه لو هو صحته تناسب الرجيم ده. كمان من الحاجات المهمة جدا إن احنا نشرب في اليوم 2 ل3 لتر مية. ممكن نعمل رياضة خفيفة زي رياضة المشي، ما نعملش أي مجهود مع الرجيم ده. 2 ل3 لتر مية مع رياضة خفيفة زي رياضة المشي، ونمشي عليه فقط في ال7 أيام. وبرضو أما نحس بتعب، زي ما نقولنا لو حسينا بتعب منه نوقفه ونرجع للرجيم صحي. بس الرجيم ده إن شاء الله هيساعد الناس اللي هتمشي عليه وتقدر تمشي عليه على أكبر خسارة من الوزن، تصل لأكتر من 3 كيلو، ممكن أكتر، ممكن توصل ل4 كيلو خلال ال7 أيام. إن شاء الله تجربوا الرجيم ده ويجيب معاكم نتيجة كبيرة جدا ويكسر ثبات الوزن، ينزلكم إن شاء الله في أسرع وقت. يا رب دايما تكونوا بخير وبصحة وعافية. كنت معاكم دكتور أحمد مكاوي، دكتور العلاج الطبيعي والتغذية. متنساش تفعل اشتراك في القناة وتفعل زر الجرس على الكل عشان يوصلك مننا كل جديد وإشعار بكل حلقة، وتعمل لايك للفيديو عشان ينتشر ويوصل لأكبر عدد من الناس، وشير عشان أكبر عدد من الناس يشوف الحلقة ويستفيد.
بإذن الله ألقاكم في فيديو جديد من فيديوهاتنا القوية المهمة جدا ونصيحتنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.